لدينا والدتي الطاعنة في السن ولا تعرف أحد وتنسى، هل عليها صيام؟ إذا كانت تفهم الصيام وتدرك الصيام وتقوى عليه فإنها تصوم، أما إذا كانت لا تدرك الصيام، ليس عندها إدراك لا للصيام ولا لغيره بسبب الكبر أو بسبب مرض مزمن، فهذه يطعم عنها عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم يا شيخ صالح، نحن نعمل الشوربة عند الإفطار ونضع عليها لحم الجمل، هل نتوضأ بعد أن ناكل الشوربة؟ إذا كان فيها لحم إبل فإنك تتوضأ بعد شربها. نعم. أمرني الطبيب بسحب الدم للتحليل قبل الإفطار يا شيخ. إذا كان التحليل الدم يسيرا فلا يؤثر هذا على الصيام. نعم. سائل شيخ يقول: السلام عليكم، أفطرت في شهر رمضان عدة أيام ولم أضبط هذه الأيام وكنت مسافرا. عليك أن تقدرها وتحتاط وتقضيها بالتقدير. نعم. أنا مريض مصاب بمرض السكر وأستخدم إبر الأنسولين ولي سنتين ما أصوم رمضان، هل أطعم؟ لا، الإطعام لا يكون إلا إذا تعذر القضاء، إذا تعذر القضاء فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا، أما ما دام القضاء ممكنا فإنك تقضي ولو تأخر القضاء، فإن كان تأخير القضاء لعذر فليس عليك إلا القضاء، وإن كان تأخير القضاء لغير عذر وإنما هو تكاسل فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. لم أصم يوم من رمضان الماضي ونويت الصيام ولكنني تكاسلت فدخل علي الشهر ولم أصم هذا اليوم، ما الحكم مأجورين؟ إذا انتهى رمضان الحالي تقضي اليوم الذي عليك من رمضان السابق. نعم. أحد الأقارب عمل عملية قلب مفتوح قبل رمضان بأسبوع وهو لا يستطيع الصوم، هل نتصدق عنه عن كل يوم وماذا نفعل مأجورين؟ انتظروا إذا قوي على القضاء ولو متأخرا فإنه يقضي وليس عليه غير القضاء، أما إذا عجز عن القضاء فإنه يطعم عنه من كل يوم مسكينا، وإن صام عنه أحد من أقاربه فذلك حسن. نعم. الحامل والمرضع هل لها أن تفطر في نهار رمضان وماذا عليها يا شيخ؟ نعم، إذا خافت على نفسها أو خافت على حملها على جنينها فإنها تفطر وتقضي من أيام أخرى. نعم. أخت لديها يا شيخ صالح أولاد أعمارهم على 13 و12، أخاف عليهم في هذا الحر، قلت لهم لا تصوموا. أخطأت في هذا، هؤلاء يصومون لأنهم مراهقون وقد يكونون بالغين، اتركيهم يصومون. نعم. الأخت سمر تقول بأنها حامل بالشهرين وعلمت بأن فيه ضرر عليها فأفطرت يا شيخ صالح. نعم، إذا كان عليها ضرر أو على حملها فلها أن تفطر وعليها القضاء بعد ذلك. نعم. بعض الناس يا شيخ يؤخرون الصلاة كالظهر والعصر بحجة أنهم صائمون. لا يجوز لهم هذا العمل، والصائم أحرى وأولى بأن يحافظ على صلواته. نعم.